لو انت حسيتي انه المعلومه اللي موجوده على الجروب مش دقيقه، يعني شائعه، اولا يمكن السؤال ده ساله لك الاستاذ خالد بس ما جاوبتيش بشكل كامل عليه، بتتحققي منها ازاي وبتتعاملي معاها ازاي برضو؟ بتعامل معاها يعني اولا كاني ما شفتهاش، لان دي مش مصدر موثوق منه. خلاص هي معلومه جات لي على الجروب دلوقتي، نفس الكلام بتحرى عنها لا عن طريق بوابه الكترونيه موثوق منها زي مواقع الاخباريه عندنا كتير جدا في مصر دلوقتي ممكن تخش تتحرى منها، ومش هاخد اكشن بقى لحد ما اخد لا اتحرى عن الخبر ده. يعني مثلا مش هنزل الولاد المدرسه مثلا، خلاص طب ما احنا كده الشغل هيقف، الحياه كده هتقف، انت ما عندكش مكان تاني يعني يروحوا فيه وانت عندك شغل، خلاص انت بتبدا تنزلهم. وكل يعني كل الماميز بتتعامل زي كده بالظبط، خلاص لحد ما نتحرى الدقه كلهم في الموضوع ده. يعني في خلاص الجروب بتاعهم في الحدود في بتاعنا الجروب اللي هو ما احنا الاستثنائي ده. بننقسم الى 3 اصناف برضو عشان تبقى يعني، في مننا بيشتغل، في مننا ما بيشتغلش، في مننا يعني مش هيعرف يودي الولاد فين، فخلاص فما عندوش سبيل تاني غير انه هيتجاهل الخبر لحد ما يبقى موثوق فيه. لما هتبدا تبقى واثق في الموضوع ده خلاص، يعني احنا دلوقتي طلع بيان من رئيس الوزراء خلاص ان الولاد 2 اسبوع اجازه، خلاص دلوقتي انا بقى خلاص ده موثوق منه، خلاص هل خدت الخبر ده من جروب مدرسه؟ لا انا خدته من رئيس الوزراء. طب خلاص احنا هنبدا نعمل ايه؟ طلع لك بعد بس كده هو مين قال ان هو رئيس ببيان الوزراء تاني. قاله؟ ما هي دي المشكله، ان هو مين قال ان رئيس الوزراء قاله؟ مين قال ان وزير التعليم قاله؟ مش استاذه ميرفت ولا استاذه ايمان؟ خلاص هو انت طلع لك مع بيان على احترامي طبعا ليهم التلفزيون عشان من يزعلوا رئيس شويه. الوزراء، خلاص يعني بعد ده هيبقى ايه؟ ايوه مين اللي خلاص قال ان هو قال؟ ما هي دي الاشكاليه. وما فيش حد بيروح كاتب خبر مفرك او خبر مفبرك او اشاعه ويقول يا جماعه ده مصدر مجهول او دوت مش وزير رئيس الوزراء، بيقول انا شفت يا جماعه كذا كذا كذا، زي الجروبس بتاعت المام اللي بتقول ان في مدارس اتقفلت وفي حالات كورونا، ده قالت ايه؟ قالت انا شفت او سمعت، اوكي، او قالت الوزير قال، لكن هو فعلا الوزير لا اما ما قالش او ما قالش ده بالظبط، او ده ما قالش ده بس قال ده مع حاجه تانيه. خلاص.